في هذه الأرض الطيبة المباركة. أشكر لجان الزكاة التي جمعت هؤلاء الناس الطيبين من مناطق عديدة وليس من منطقة واحدة. هؤلاء الناس الكرام الذين تعبوا واجتهدوا حتى جمعوا الناس في هذا المكان المبارك الطيب وفي هذا اليوم الرمضاني الجميل، لابد أن يترك ذكرى طيبة لدى الناس هنا في شبين القناطر وما حولها. ما دامت أرواحنا في أجسادنا لابد أن نروي الأرض العطشانة. ما دامت أرواحنا في أجسادنا لابد أن نزرع الأمل. ما دامت أرواحنا في أجسادنا لابد أن نساعد الناس. ما دامت أرواحنا في أجسادنا لابد أن نعمر، لابد أن نخضر، لابد أن نفرح، لابد أن نرسم البسمات على وجوه كساها الحزن وغلبها الهم واستولى عليها الغلب. جئنا إلى هذه الأرض الطيبة كي نفرح الناس، كي نسعد الناس، كي نأخذ بأيدي الناس، كي نقوي الناس على الحياة، كي نزرع الأمل، كي نزرع الحب، كي نزرع الإحسان. جئنا إلى هذه الأرض الطيبة لنستكمل مسيرتنا في العطاء. اليوم نوزع حقائب رمضان في منطقة حيوية مهمة في بلدنا الحبيبة في القليوبية، وهي من أكثر المناطق تكدسا بالسكان ومعاناة في الحياة. وبعد أيام إن شاء الله تعالى إن طال بنا الزمان سنوزع الأجهزة الكهربائية على أكثر من 400 عروس يتيم. الله أكبر ولله الحمد. هذه أرقام قياسية كبيرة عظيمة لم يسمع بها أحد ولم يحلم بها أحد، لا قبلنا ولا بعدنا إن شاء الله تعالى. ستبقى هذه الأرقام القياسية في تزويج العرسان الأيتام وفي توزيع حقيبة رمضان سجلا خالدا لجمعية بشائر الفتح التي تحمل هم الوطن والتي تحمل هم الناس والتي تساعد الناس. وهذه أجل عبادة، هذه أعظم عبادة. إن أحب الأعمال إلى الله تعالى إدخالك السرور إلى قلب مسلم، تطرد عنه جوعا، تكشف عنه كربة، تقيل له عثرة. ما أجمل أن تفعل الخير في رمضان، ما أجمل أن تسهم معنا في أعمال الخير المديدة الممدودة الممتدة من الصعيد المبارك إلى وجه بحري إلى شبين القناطر. والمسيرة لم تتوقف، والسفينة لا زالت تسير في البحار، تلاطمها الأمواج، تتحمل الصعاب، تستطيع أن تقتحم كل صعب وصعيب حتى نبلغ الناس السعادة التي يحلمون بها. كرتونة رمضان ليست عناصر فقط، وإنما كرتونة رمضان هي شحنة من الحب والعطاء والوفاء. لابد أن نقول جميعا الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد،
اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. بيض به وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. استر به علينا وعلى بناتنا وعلى أولادنا وعلى أولاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.